ويبقى معنا مباشرة من المكلا علي الحبش الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات العمال بحضرموت. مساء الخير سيد علي، وأهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، ما هي مطالب عمال حضرموت؟ مساء النور، نشكر قناتكم الكريمة على هذه اللفتة وعلى الاستضافة لتوضيح بعض الحقائق وما هي مطالبنا. يجب أن يعرف الجميع أن اتحاد نقابات عمال حضرموت سبق وأن طالب السلطات المركزية والمحلية بتحقيق العديد من المطالب التي هي مستحقة للعمال. أهم هذه المطالب أولا زيادة المرتبات، إطلاق العلاوات السنوية، تفعيل قانون الخدمة المدنية، وبالذات فيما يخص شغل الوظيفة العامة. هناك أيضا أخواننا العاملين في الشركات النفطية الذين تهضم حقوقهم منذ سنوات طويلة، وإن تمت الاستجابة لبعضها تتم الاستجابة بالقطارة، وما زال العديد منهم يشتغلون هناك، أو ما زالت العديد من الشركات تشتغل كأنها تتاجر في البشر. نعم، هي تجارة في البشر. نعم نعم، بهذا الأمر. هناك عمال موجودين يسمى عمال تمبريري، عمال المؤقتين. هؤلاء موجودين في كامب الشركة تحت الاستدعاء، أندر كول. إذا في اليوم شغل اشتغل وحصل جزء من الأجر، إذا ما في الشغل خلاص يظل منتظر في معسكر الشركة بدون أجر وبدون أي حقوق. هذه حالة واحدة فقط من الحالات. يجب أن نعرف أنه إذا كان عامل بترومسيلة أو موظف الشركة الأم بترومسيلة وموظف من شركات الكونتراكت، شركات المقاولة، يشتغلون في نفس الموقع، يتعرضون لنفس الأخطار، يؤدون نفس المهام. تصوروا أن عامل بترومسيلة يستحق علاوة خطورة بما يساوي 10 أضعاف علاوة الخطورة التي يستحقها العامل في الشركات المقاولة. ترى هل عامل الشركات المقاولة لديه جسم من حديد حتى أنه يتجنب هذه الأخطار اللي يتعرض للآخر؟ هذا مثال واحد. لديكم أيضا مثال آخر، علاوة غلاء المعيشة يصرف لموظف بترومسيلة أيضا بما يوازي 10 أضعاف علاوة الغلاء التي تحصل عليها عامل الشركات المقاولة. ويجب أن نعرف الجميع أن هذه الشركات بما فيها شركة بترومسيلة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن أوضاع هؤلاء الناس، من الظلم أن يظل أو أن يستمر هذا الظلم. تلقيت اليوم أنا بلاغ أنه اليوم بدأنا الإضراب في شركات البترول في شركات المقاولة. تصوروا أن أحد المقاولين وبالذات في شركة باصمادة له سنوات يماطل في تحقيق مطالب الناس، مع أنه وقع عليها ووقعنا بها محضر اتفاق في أمام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يعني على سنوات. تصوروا أنه هذا الرجل يماطل، اليوم يجري لمجرد الإضراب 16 ساعة ويهدد العمال بالطرد. وأنا هنا أحذر وأنبه أن اتحاد العمال لن يسكت، سوف نصعد إذا ما تعرض أخواننا العمال في أي مكان، سواء في شركات النفط سواء في المؤسسات الأخرى، بأننا سنصعد إلى العصيان المدني. والحكومة تعرف والسلطة تعرف أننا طيب سيد علي، ذكرت خطوات تصعيدية، ما هي الخطوات التصعيدية التي قد تقومون بها في اتحاد نقابات العمال في حال لم تستجب السلطة لمطالبكم وفي حال استمرار تهديد المقاولين لكم؟ لدينا العديد من الخطوات. أولا، نحن اليوم في الإضراب لم نطالب كل المؤسسات بالإضراب، استثنينا المؤسسات الصحية، المؤسسات التعليمية، مؤسسة النفط التي تمون الكهرباء والصحة والمحطات الأهلية بالوقود، هذه كلها استثنيناها. سنضطر أولا إلى دعوة هؤلاء الأخوان للإضراب وبقية المؤسسات، ثم سنضطر إلى إعلان العصيان المدني، ليس اليوم واحد فقط
ولكن ممتد سيكون ممتدا إلى أن تستجيب السلطة. وأنا أنصح السلطة بالاستجابة السريعة لمطالب العمال، وأنصح شركة بترومسيل أيضا يكفي عبث، أقول لهم يكفي عبث، أن تلاعبكم أنتم والمقاولين لن يستمر إلى ما لا نهاية، سوف نضع حد لهذا. وعلى السلطات المحلية أن تسارع لإلزام شركة بترومسيل والمقاولين للتلبية حقوق الناس. يجب أن تستدعيهم غدا أو بعد غد للجلوس للمفاوضات وتحقيق حقوق الناس بدون مماطلة. أيضا على السلطة المحلية أن تلتفت لأوضاع العمال في المؤسسات المدنية أيضا، وبالذات كما قلت في قانون شغل الوظيفة العامة لا يجب أن نسكت. تصوروا أن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية للعمل أضرب بسبب هذه الجزئية لمدة 8 أشهر ولم تلتفت له السلطات. يوم أمس فقط صدرت قرار تعيين للمدير آخر، 8 أشهر هذا المرفق كان معطل، لا السلطات المركزية التفتت ولا السلطات المحلية التفتت. هذا شيء. الشيء الآخر الفساد المستشري، أصبح الفساد لدينا يشكل شبكة متجذرة داخل مؤسسات الدولة. قبل أمس أبلغنا أحد الأخوة الموظفين في مكتب الأشغال أن مدير العام للأشغال وظف 8 من أقربائه تجاوزا للمتعاقدين الذين مضت عليه تعاقدهم سنوات في هذه المؤسسة، جاء بمجموعة من أقاربه ليريد توظيفهم. هذا مثال واحد، وعندنا مئات من الأمثلة. نعم، نحن إذا لم تستجيب السلطات سنعلن العصيان المدني، وسيدعمنا كثير من حلفائنا في منظمات المجتمع المدني، وسيدعمنا المواطنون، لأننا نطالب بحق، نحن لا نطالب بترف، وهذه مطالبنا ليست ترفية. وصلت الفكرة. نعم. ويجب أن يعلم الجميع أنه ما لم يقفوا مع حقوقهم فأنهم سيضيعون. أنا أشكرك سيد علي الحبشي الأمين العام المساعد الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات العمال بحضرموت، كنت معنا مباشرة من المكلا.